بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الامتحان رقم 5 في بوكلت المعاصر. أول سؤال بيقول لي A is one of the behavior that lack in our societies nowadays. ده واحد من السلوكيات التي تنقصنا في مجتمعاتنا هذه الأيام. تعال ترجم الأربع اختيارات كده. أول واحدة معانا اللي هي hostility، اللي هي العدائية، شخص عدائي يعني. aggression اللي هو العدوان أو الظلم. هاترد اللي هي الكراهية، وشيفري اللي هي الشهامة. طبعا الشهامة من السلوكيات اللي تنقصنا في مجتمعنا. It is said that some scientists succeeded finding out a safe cure for coronavirus. خد بالك، كيور هنا معناها علاج، زيها تريتمنت بالظبط، بس لو انت استخدمت تريتمنت هنا هتحذف الآدي، لان تريتمنت اسم لا يعد. فانت قدامك طريقتين: finding out a safe cure او finding out safe treatment، واتنين بنفس المعنى معناهم علاج. طيب الفكره بتاعت السؤال ده ان سكسيد يعني ينجح، بعدها حرف الجر ان دايما، فسكسيد ان المفروض نستخدم هنا ان، يبقى سكسيد ان فايندينج. الجمله اللي بعد كده بيقول لك I went to the circus، انا رحت السيرك last week. The not show was wonderful، العرض الايه كان رائعا. isolated معناها المعزول او المنفصل يعني. disastrous يعني كارثي، من الكارثه. amazed معناها مندهش، اوعى تخدع في الترجمه. وانتاير يعني كل او جل. فالجملة على بعضها: رحت السيرك الأسبوع الماضي، العرض كله كان رائعا. طيب أنا عايز أخد من amazing دي حاجة، فأنت كان المفروض تقول the amazing show، العرض المبهر. always work for the good of their country، دايما بيشتغلوا لصالح الخير يعني، لاحتحاق الخير في مجتمعاتهم. patriots اللي هم الوطنيين، طبعا الإجابة أكيد. descendants أحفاد. relatives أقارب. و ancestors اللي هم الأجداد. 5 we all are proud or proud to be the descendants of those great ancestors اللي هم الأجداد. tutors اللي هم المعلمين. apprentices اللي هم الصبيان يعني بتعلموا في مكان ورشة أو كده. archaeologists علماء الأثار، فأكيد هنا الأنسيسترز احنا كلنا فخورين إن احنا أحفاد لهؤلاء الأجداد. وفي الجملة دي انتبه إن عندك proud دي ليها ممكن نستخدم بعدها حرف الجر to، proud to والمصدر، او انك تقول be proud of، proud of، ونجيب بعدها اسم او الفعل مضاف ل ing. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 6 most of our a attended my، طبعا attended معناها حضره، وكما زي ما اتفقنا قبل كده معناها يرافق. attended my sister's wedding last friday، معظم a حضروا حفل زفاف اختي الاسبوع الجمعه الماضيه. تعالى بقى نشوف الاختيارات واحده بواحده. اول واحده anthropologist اللي هم علماء الانسان، علم دراسه الانسان. relatives اللي هم الاقارب. nations اللي هي الدول او الامم. innovations الاختراعات او الابتكارات. مين اللي حضر حفل زفاف اختي؟ اكيد اقاربي، يبقى relatives. most of the new cities are inhabited by people، معظم المدن الجديده بيعتنوها بيسكنها الناس very quickly، بسرعه. عكس كلمة inhabit، inhabit يعني يسكن، عكسها يسافر. ولا settle يعني يعسكر، ولا occupied معناها شغلة، ولا deported معناها غادر أو ترك أو هجر. بالمناسبة كان ممكن تستخدم هنا كلمة deserted، deserted برضو معناها هجرة. going on work without a rest، إنك تستمر في العمل دون ما أن تأخذ راحة، يؤدي إلى الأخطاء. يؤدي إلى، أنت ممكن تقوله lead to، ممكن تقوله cause، ممكن تقوله bring، ممكن كمان تستخدم bring about، وكمان ممكن تستخدم كلمة result in. ادي كلمة 2 3 4 5، خمس كلمات كلهم ينفعوا هنا، وانا قدامي result طبعا بناخد مع in. English is the most a language، هنا الجملة دي عايزك تركز فيها عشان حد من زمايلك لفت انتباهي فيها، سألني فيها يعني انها محدودة غلط. عايزك تعرف انت ممكن تقول English، English is a widely spoken language، ده صياغة. الصياغة التانية انك تقول English is one of the most widely spoken languages. الطريقة التالتة انك تقول English is widely spoken، بس كده. طيب خد بالك هنا، مفيش هنا طبعا، مفيش هنا سيمي، مفيش هنا هايفن. خد بالك كده من الثلاث صياغات دي. الاولانيه انت قلت لي ا وبعدين صفه مركبه وبعدين اسم،
طب التانية ازاي دي ما ينفعش انك تستخدم بعد the most انك تستخدم اه، ما ينفعش بعد the most نستخدم فاصل، انت بتقول the most interesting the most powerful the most والصفة من غير اه. طب هنا ما خدناش اه لانك انت قدامك صفة بس ما فيش بعدها اسم، غير كده ما خدناش هايفن هنا لان ما فيش بعد الصفة المركبة اسم. طيب ارجع بقى لجملتنا كده هنا في رقم 9 بيقول لك English is the most المفروض widely spoken اللي هي رقم A. طيب الإجابة معمولة هنا في الكتاب في الآخر هي رقم C. طبعا لما حد لفت انتباهي حبيت ألفت انتباهك لأنك ممكن تعتمد على نموذج الإجابة وتتورط في أكتر من جملة اتسألت فيهم محلين ورا غلط، وهقول هلفت انتباهك ليهم عشان لو أنت معتمد على نموذج الإجابة ما تغرقش. The company not exports fruits. Exports fruits يعني تصدر الفاكهة، يعني معنى كده ان الشركة التي تصدر الفاكهة، التي دي يعني which. طب مش الشركة دي مكان المفروض نقول وير؟ ما هو انت بتقول which لو انت عايز تقول الذي او التي، لكن وت لكن انت بتستخدم وير او وين بمعنى الذي فيه. to buy these two flats برضو معلش هرجع للسؤال رقم 10 كده في جملة جت في ذهني. انت ممكن تقول في الجملة دي مثلا تقول لي the company whose exports are مثلا important مثلا معرفش مكملة تانية كده الشركة التي صادراتها، فانت هنا بتقول التي صادراتها، في exports دي noun بمعنى صادرات، ممكن الكلمة دي export يعني يصدر واكسبورت صادرات كاسم وفعل، انتبه لكده. طيب to buy these two flats in a year معنى ان هم يشتروا شقتين اتنين في سنة واحدة، او هو يشتري شقتين في سنة واحدة، يبقى ده اكيد غني، يبقى he must be. طب ليه ما ناخدش must have been؟ ده معناه ان هو كان غني وافتقر دلوقتي. انت تقول لي لانه اشترى شقتين في سنه واحده هذا يعني انه يكون غني. leaving the door of the flat open and going out was a mistake. ترك الباب مفتوح ومغادره الشقه كان خطا، الشقه كان من الممكن ان تسرق، يبقى could have been stolen. الطبيعي انك لما ترجمت لقيت هنا بيقول لك كان من الممكن ان تسرق، can't be stolen اكيد ما اتسرقت، اكيد لم يسرق، must ده اكيد لم يسرق ده مجهول، must be stolen اكيد تسرق، can't have been stolen اكيد لم تسرق. هو سامي الباب مفتوح فده كان ممكن يؤدي لسرقة الشقة. the man last night in an accident was a famous businessman. المفروض الجملة دي the man who was killed. لو انت لقيت اختيارات فيها who was killed اهلا وسهلا، ما لقيتهاش يبقى الراجل هيحذف who was ويسيب لك killed، وده اللي حصل فعلا قدامك killed. طب your performance wasn't a perfect last night. أدائك لم يكن مبهرا ليلة أمس. you harder. أنت should train يجب أن تتدرب. ما هو خلاص الموضوع عدى. المفروض أقول لك كان يجب أن تتدرب اللي هي should have trained. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم ought to have والpast participle ought to have trained. Nada told her friend that she not to London the following week. بص يا فندم الجملة دي مديني هنا the following week، بس قبل ما نحلها تعال ما أفهمك حتة كده. عايزك تعرف انك كان ممكن تقول لي ندى told her friend يعني ندى اخبرت صديقتها that she is traveling next week next week. طيب دي واحدة. التانية ندى نفس القصة told her friend that she not the following week. يا ترى هنا هنقول is traveling ولا نقول was traveling؟ تعالى اما افهمك فكرة الجملة دي. الجملة الأولانية انت بقول لك ندى told her friend that she is traveling next week. بداية مش المفروض next week ده مستقبل، فنفكر في المفروض، بس is traveling دي انت عارف ان السفر والرحلات وكده ترتيبات، والترتيبات بناخد معاها مضارع مستمر، عشان كده حضرتك خدت مضارع مستمر هنا. طيب وانت خدت is traveling لان next week ده ظرف ما تحولش. طب لو انا حولت next week دي خليتها the following week مثلا او the week after، ده معناه انك انت هتغير is تخليها was، فتبقى الجمله was traveling ده اللي حصل هنا، عشان the following week ناخد معاها was traveling. بص في جملتك بقى كده الراجل بيقول لك هنا ان the following week يبقى ده مستقبل. طيب فبما انه مستقبل يعني فده علاقه ملوش علاقه بمضارع تام، وده will fly مع الظرف اللي اتحول ما ينفعش، وهاد فلون ازاي ان هي سافرت الاسبوع المقبل برضه ما ينفعش، اذا الاجابه كده was traveling. طيب حاتم is not that he can carry a heavy weight alone. حاتم ده ايه لدرجه انه ممكن يشيل حمل ثقيل لوحده. انت قدامك حاجه من اتنين، يا اما انك تستخدم such او an او صفه او اسم
اولا تستخدم سو صفه اسم، واحده من الاثنين دول. طيب هو هنا مديني سو سترونج بوي من غير المفروض تبقى سو سترونج بوي. طب ساتش سترونج بوي عشان تنفع، فكده باظت. سو غلط، لا هي سو سترونج بوي. اذا ساتش سترونج بوي، وكان ينفع زي ما اتفقنا نقول سو سترونج بوي، تركيبتها سو صفه اسم. السؤال اللي بعد كده طبعا على الرايتنج. send this file to Mr. أشرف، عايز اقول لك من فضلك ارسل هذا الملف للمستر اشرف. فانا ممكن اعملها بطريقتين، اقول لك please send this file to Mr. أشرف ونقطه في الاخر، او ان اقول لك send this file to Mr. أشرف وبعدين اعمل كومه وبعدين اقول لك please. لاحظ ان please لما احطها في اخر الجمله هيكون قبلها كومه وبعدها نقطه لان نهايه الجمله. اوعى تقول لي مثلا send this file to Mr. أشرف وتحط لي نقطه وبعدين تعمل كومه وبعدين please، لا ده غلط. انت بتعمل ايه؟ بتقول له بليز وبعدين كاما والجمله، او تعمل الجمله على بعضها وبعدين كاما وبليز. ده اللي حصل، ادي جمله كامله فانا محتاج هنا كاما وبعدين بليز والجمله اخرها نقطه. دي بقى فيها نقطه لا، ودي طبعا اي وسي، دي كده ما فيش حاجه اسمها اي وسي، مش بالبركه مش بالكيلو. يبقى دي كاما وفي الاخر نقطه، يبقى كده رقم ايه. طبعا كاما وكاما ما ينفعش. طب in a new story a writer needs to avoid، في القصه اللي بيكتبها القصه الاخباريه يعني بيقصد، الكاتب يجب ان يتجنب understandable language، ده المفروض يستخدم لغه مفهومه. concise writing ان هو يبعد عن الكتابه المجازه، لا يكتب كتابه مجازه. خد بالك الراجل قال لك يتجنب long complicated sentences and paragraphs، يتجنب الباراجرافات الطويله والمعقده. لازم المفروض ان هو يكتب جمل بسيطه و concise يعني مركزه على الفكره نفسها. ايه من دول is punctuated correctly، اول واحده اماني سيد اللي المفروض فيه هنا كما، فدي باظت من اولها كده مش هينفع نستخدمها. طب اماني سيد والكما وات الدبليو دي المفروض تبقى كابيتال عشان يبقى الجمله مظبوطه، وناقص كمان في الاخر هنا نقفل الاقواس فكده باظت. سيد وادي الكاما ودي بادئه بالدبليو كابيتال، وات ا وندرفول سربرايز دي جمله تعجب، فعملنا اكسكليميشن مارك. الجمله اللي بعدها لازم تبقى بادئه بالتي كابيتال، احترس وانتبه وخد بالك انت لما تعمل اي اكسكليميشن مارك الجمله اللي بعدها تكون بادئه بحرف كابيتال حتى لو ما فيش نقطه. بمعنى ممكن اقول لك واو واو واعمل علامه الاكسكليميشن مارك. لو انا قلت له يو ار بيرفكت الجملة كده بالمنظر ده غلط. ليه حضرتك؟ المفروض انك انت عملت لي واو جملة تعجب وعملت اكسكليميشن مارك، دي المفروض تبقى الواي كابيتال، اقول له يو ار بيرفكت. وبالتالي كده الجملة دي لحد هنا التي الاي دي كابيتال مظبوط، الكلام ده مظبوط، وهنا برضه الاي بتاعت اتس مظبوط. اذا الاجابة هنا والاقواس مقفولة والنقطة موجودة، يبقى ده كله تمام. اخر واحدة بقى عمل نفس القصة بس بعد وندرفول سربرايز ما عملش الاكسكليميشن مارك وما قفلش الاقواس، يبقى دي باظت. اذا الاجابه هنا كده رقم سي. From its name من اسمه it's clear that persuasive essay الكتابه الاقناعيه هدفها to convince the reader ان هو يقنع القارئ. طيب بعد كده القطعه بقى بيقول لك when you use language لما تستخدم اللغه you say words and the person you are speaking to hears what you say. لما نستخدم لغة فانت بتقول الكلمات والراجل اللي بيسمعك ده بيستمع للكلمات. That person can respond to you. الشخص ده ممكن يستجيب ليك، ممكن يرد عليك. But some people don't hear very well. Some people can't hear all. في بعض الناس ما بتسمعش كل حاجة او ما بتسمعش كويس. People who don't hear are deaf. الناس اللي ما بيسمعوش دول ناس صم. Because they are unable to hear sound. لانه غير قادر على انه يسمع الاصوات. They don't use spoken language. ما بيستخدموش اللغة المتحدث بها المسموعة. بدل من كده هما بيستخدموا لغة الإشارة. في الولايات المتحدة الأمريكية the sign language may many deaf people use is called American sign language. اللغة اللي بيستخدموها في أمريكا اسمها American sign language. عمل بقى abbreviation الـ A والـ S والـ L اللي هي ASL. ASL is a very common language. اللغة شائعة جدا. In fact in America only English and Spanish are more common. حقيقة الأمر في أمريكا اللغة الإنجليزية والأسبانية فقط منتشرين. Deaf children learn ASL just as children who can hear learn a spoken language. بقول لك ان الاطفال اللي بيتعلموا الاي اس ال اللي هي اللغه الامريكيه لغه الاشاره هم اللي بيعرفوا يسمعوا who can learn can hear learn and a spoken language بيعرفوا يسمعوا ويتعلموا اللغه الامريكيه. ASL is a language just as English and Spanish are languages. هي لغه زيها بالظبط زي اللغه الانجليزيه والاسبانيه. But ASL uses hand signs لكنها تستخدم لغة الإشارة باليد وتعبيرات الوجه instead of spoken words بدلا من اللغة المتحدث بها اللي هي اللغة المسموعة. على سبيل المثال when you want to say
the words please or yes. لما تحب تقول كلمة من فضلك أو كلمة نعم you pronounce them aloud. أنت بتنطقهم بصوت عالي. But in ASL there are special signs for these words. بس باللغة لغة الإشارة الأمريكية في إشارات معينة بتستخدمها عشان تعبر بهم عن الكلمات دي. You can learn these signs yourself. وأنت ممكن تتعلم الإشارات دي بنفسك. To say please in ASL put the palm of your hand on your chest. ضع ال عشان تتكلم اللغة دي بشكل كويس فأنت بتضع كف اليد على chest صدرك. Now keeping your hand flat وافرد إيدك. Make a circle with your palm واعمل دايرة. You have just made this the ASL sign for please. انت كده عملتها وقلت كلمة من فضلك. To say yes in ASL عشان تقول yes نعم make a fist and then gently move your fist up and down as if it were a head nodding. اعمل المعصم ايدك كده وحركه كأنك بتعمل برأسك بتهز رأسك موافقة. You have made the ASL sign for yes. Are you interested in learning more ASL? You have several options for learning. انت لو عايز تعلم اللغة دي قدامك خيارات كتيرة. بعض المدارس بتقدم ASL classes. There are also online ASL classes that can help you to acquire the language. في كثير من المدارس وكثير من الكورسات والفصول بتقدم لك الموضوع ده. You can ask your partner about signing up for classes. ممكن تسأل صديقك parents أو والديك إن هم يسجلوا لك في مدرسة من المدارس اللي بتعلم لغة الإشارة. There are also online ASL dictionaries and pictures. في صور وفي قواميس منتشرة للغة دي. If you decide to learn ASL, you will want to practice every day. لو أنت حبيت تتعلمها فهتدرب كل يوم. That way you will get better and better as at using signs. هتتعلم وتبقى مستواك هيتحسن في تعلم اللغة دي يوم بعد يوم. If you do, you will learn to communicate in a wholly new way. لو انت اتعلمتها فهتتكلم بلغة مختلفة تماما عن اللي انت بتستخدمها في حياتك. اول سؤال في اسئلة القطعة دي بيقول لك how do ASL اللي هي American Sign Language and English compare. هما الاثنين ايه العلاقة بينهم؟ they are both languages. اول واحدة كده فعلا صح ولا they both use spoken words. لا اللغة الانجليزية العادية بتستخدم spoken language لكن ال ASL بيستخدم signs. they both use signs بيستخدموا هما الاثنين اشارة لو ما نستخدمش اشارة في اللغة العادية. They are both languages without sounds. هما الاثنين لغات من غير صوت. لا ال ASL بنستخدم فيها اشارات لكن الانجليزي بيستخدم فيه sounds. which is not a fact. ايه من دول ليست حقيقة عنها. it's offered in classes. ان في مجموعات بتتم تدريسها فيها في الفصول. ان هي common language وانها لغة شائعة منتشرة فعلا. it's not very common انها ليست منتشرة. هي رقم C. هو الراجل بيقول لك ايه من دول مش حقيقة. اللي مش حقيقة انها لغة ليست منتشرة لانها منتشرة في أمريكا بيستخدموها وفي بعض دول العالم زي ما قلت لك. which could be purpose of انت ليه تقرأ قطعة زي انت قرأتها دلوقتي دي. to learn about a new language تتعلم عن لغات جديدة ولا to become انك تصبح خبير في مجال الـ ASL ولا تتعلم معلومات عن الناس الصم ولا to learn facts about ASL. القطعة كلها بتحكي عن ASL. which or what inference ايه الاستنتاج اللي ممكن نعمله بعد قراءتنا عن الاونلاين ASL dictionaries. يعني They are guides to pronouncing. Pronounce يعني يسبل واللغة دي أصلا ما فيهاش سبيلينج. الناس أصلا ما بتشوفش. طيب أو ما بتسمعش يعني. They have pictures of people using ASL signs. القواميس دي فيها صور للناس اللي بيستخدموا لغة الإشارة. دي صح وقال لك إن في قواميس وصور. بيقدموا الطريقة إنك تسمع ما فيش عم سماع مع الناس دي. They include syllabus guides to ASL signs. إن هو بيكونوا فيها إرشادات ما بيكونش فيها إرشادات. القواميس بيكون فيها صور للناس بتعمل حركات معينة تشوفها وتعلمها وشكرا. طيب السؤال 25 بيقول لك which of the following is likely the author's رأي الكاتب وفقا للي انت قرأته ايه من دول. ان ASL دي هارد صعبة ولا interesting language هو قال لك انها interesting طبعا وهنشوف الباقيين هيثبت لك ان ده غلط. انها مملة بورينج ولا انها زي الانجليزي. لا طبعا رقم بي انها لغة شيقة. طيب رقم 26 which would be the most helpful way to practice ASLs. افضل طريقة ممكن تساعدك انك تتعلم اللغة ديت. practice with people who know ASL. اخر حاجة قالها في القطعة فعلا. listen to people. اسمع الناس اللي بيستخدموها. اصلا الناس ما بينسمعوش انت بتشوفهم بس. استخدم recorder. دي لغة صم وبكم يعني اشارة ملاش علاقة بالصوت. اقرأ عنهم طبعا رقم A زي ما هو قال في القطعة. why do people with deafness للناس اللي عندهم صم بيحتاجوا اللغة دي اللي بيستخدموا فيها الايدين.
because they cannot hear ESL، لان هم ما بيسمعوش، ما ينفعش يتعلموا اللغه، ولا because they can't see facial expression، لان هم ما بيشوفوش تعبيرات الوجه. لا، ما هو التعبيرات اللغه كلها اشارات وتعبيرات. طيب رقم سي، because they need a language that they can hear، عايزين لغه يعرفوا يسمعوها، ولا because they cannot hear spoken language، لان هم ما بيسمعوش اللغه المسموعه الصوتيه، فعشان كده محتاجين الاشارات. A person can learn، الانسان ممكن يتعلم الاي اس ال ساين اف زي اندرستاند، لو هو فهم كيف يستخدم الاشاره. رقم دي. القطعه الثانيه بقى، طبعا دي قطعه حللناها قبل كده في الكتاب المعاصر الثاني. The application of spreading theories، تطبيق النظريات المنتشره بذات الاقتصاد، has so far failed، لطالما فشلت انها ترفع من مستوى الدول الناميه بعيدا عن دائره الفقر. That has effects، قد لها اثار على اغلبيه السكان. Worldwide، على مستوى العالم. There are still an estimated 1.3 billion people earning dollar or less a day. في العالم كله في ناس بيكسبوا فقط 1.3 من بليون بني ادم، يعني بيكسبوا فقط دولار او اقل في اليوم. And living in extreme poverty، ويعيشون في فقر مدقع. Decades of huge loans by banks from affluent nations at interest rates that cripple developing countries do not appear to be providing a solution to poverty. بقول لك العقود اللي عاشها الناس عن طريق ان هم بياخدوا قروض من البنوك، القروض دي بيكون لها فائده بنكيه كبيره، فما بتساعدش ابدا في حل مشاكل الفقر في الدول الناميه. واحد اسمه بروفيسور محمد يونس جرامين بانك، في بنك اسمه بنك جرامين، عمل واحد اسمه محمد يونس، is taking a different approach to the problem، كان واخد اتجاه منحى مختلف تماما لحل المشكله دي. In 1976، the Bangladeshi economics professor، الاستاذ مجال الاقتصاد اللي من بنجلاديش، بدا في مايكرو كريدت بروجرام، في برنامج اقراض صغير دقيق يعني، with a loan of just 62 cents، كان بيسلف الناس 62 سنت امريكي each to a group of 42 workers، لناس بتكونوا من 42 عامل. instead of loaning large amounts of money، بدل ما يسلف كميات من المال كبيره للناس اللي عندهم اصلا القدره ان هم يصرفوا حياتهم ويعيشوا، لا، هو كان بيدي 62 سنت للناس الفقيره. The bank started made extremely small loans، البنك اللي هو بدأه كان بيدي قروض صغيره جدا للناس الفقراء جدا، اللي كانوا بيعتبروا a bad risk by the traditional banking system. الناس دول اصلا كانت البنوك بترفض تسلفهم، لان البنوك بتبص لهم على انهم خطر عليهم، لان اللي هياخد قرض من الناس دي مش هيعرف يسدده. He astounded his critics، معنى كده ان الراجل ده كان منتقد، بقول لك هو ادهش نقاده او منتقديه. By providing that the poor were more likely to repay their debts، لما ادهش العالم كله واثبت للعالم ان الفقراء عن اكثر عرضه واكثر احتماليه ان هم يسددوا الديون اللي عليهم تاني اكثر من الناس الاغنياء. بشكل افتراضي، none of the thousands of women who have been financially assisted by the bank for 20 years have defaulted on their payment، بقول لك لمدة 20 سنة مفيش ولا واحد من الناس الفقراء اللي خدوا القرض فشل في انه يسدد القرض في ميعاده المحدد. Yet all are expected to pay interest and stick to the rules، الناس كلها كانت بتسدد وكانت بتلتزم بقوانين العقد. These borrowings، هذه السلف يعني، have enabled Bangladesh women، كما كانت النساء اللي من بنجلاديش ان هم يبدأوا مشاريعهم الصغيرة بشكل عملاق، which directly benefit their families، وده كان بيفيد عائلاتهم، and the communities where they live، وبيفيد المجتمعات اللي هم عايشين فيها. The success of the experiment has brought about a revolution in the anti-poverty programs، نجاح المشروع ده أدى إلى إحداث ثورة في المشروعات أو البرامج اللي هي كانت معمولة ضد الفقر. أفضل عنوان ممكن نحطه القصة ديت اللي هو a common problem with a new solution، مشكلة شائعة بحل جديد. ايه المشكلة الشائعة؟ الفقر. ايه الحل الجديد؟ انك تدي الناس الفقراء بس قروض. ولا دي مشكلة جديدة؟ هي مش مشكلة جديدة، الفقر من زمان. The developing countries loans، قروض الدول النامية، ولا a new way of begging money، طريقة جديدة لشراء
شحتة الفلوس، انك تشحت فلوس يعني الشحاذة يعني. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 30، we can infer، ممكن نستنبط نستنتج او نستنبط من النص ان كلمة astounded اللي معناها ادهش معناها astonished ادهش، provided وفر او زود، admitted اعترف، improved حسنه. The last line of the passage represent اخر سطور في القطعة، بتمثل لك ايه؟ الراجل في اخر سطور في القطعة بيقول لك ان الناس كلهم كانوا بيستلفوا، بيقول لك ان نجاح التجربة دي معرفش عمل ايه كده. يبقى في اخر سطور بيحكي لك عن نجاح التجربة، the success of the experiments. At the beginning of his experiment، في بداية التجربة بتاعته، الدكتور محمد يونس ووز تم انتقاده ووز criticized. طب جبناها منين دي؟ الراجل هنا في القطعة قال لك he astounded his critics، يعني هو ابهر منتقديه، يعني معناه كده ان هو انتقد، مش سبورتد خالص، ما حدش دعمه ولا حد اشتبه فيه ولا حد قدره. بروفيسور محمد يونس مش عارف ايه كده، way to treat poverty، طريقته في علاج مشكله الفقر كانت dishonest، غير امينه، unreliable، غير معتمد فيها وغير موثوق فيها، common شائعه ولا يونيك، كانت طريقه فريده، لان الطبيعي ان البنك بيدي قروض للناس الاغنياء ما بيديش الفقراء. Do theories of economics manage to overcome the poverty؟ هل نظريات الاقتصاد كانت قادرة انها تتغلب على مشكلة الفقر في العالم ولماذا؟ هل هي تمكنت من التغلب على مشكلة الفقر؟ طبعا لا. يبقى يس دي مش معانا ويس مش معانا. هنفكر في نونو. No as there are loans need to be paid by many developed countries. هل لا ما ساعدتش ان هي القروض ديت بيدفعها الدول الغنية؟ ما هي بتدفع الدول الغنيه كانت تبقى حلوه، لكن المشكله ان هي بتدفع للدول الغنيه. يبقى الاجابه كده رقم دي نو، بيكوز موست ديفلوبينج كانتريز بيبل سافر فروم بافرتي، لان معظم الناس اللي عايشين في الدول الناميه بيعانوا من الفقر. طيب عمل ايه عشان يواجه الفقر في بنجلاديش؟ بدا يسلف الناس الفقراء، يبقى هي لينت سبور وومن اونلي. طبعا هنا بيقول لك استلف من الناس الاغنياء، ولا لينت ذا يانج بيبل سلف الشباب، ولا استلف فلوس من البنوك البنجلاديشية، ما عملش حاجة خالص، ده هو الراجل كان بيدي فلوس للنساء الفقيرات. السؤال الأخير في القطعة، what do you think of، إيه رأيك في الراجل ده؟ الراجل ده helpless، عديم المساعدة يعني، selfish، أناني، greedy، طماع، ولا genius؟ لا ده genius، لأنه طلع البنجلاديش من الفقر بسبب قروض بسيطة. الترجمة بقى بقول لك we must be the source of love، لابد أن نكون مصدرا للحب، sympathy اللي هو التعاطف والعطف، and guidance والارشاد that our children need، الذي يحتاجه اطفالنا، not anyone else، وليس اي شخص اخر، احنا اللي نكون كده مش حد تاني. اول واحد علينا ان نكون مصدر الحب والعطف والارشاد الذي يحتاج اليه ابنائنا منا وليس اي شخص اخر، دي مظبوطه. يحتاج اطفالنا الحب والتعاطف والمتابعه. الراجل ما قالكش اصلا سيره الفولو اب في القطعه في الجمله. علينا ان نوفر ما يحتاجه اطفالنا من المحبه والتعاطف والمجالسه. المجالسه دي مش موجوده، الجمله دي كانت تنفع، هو قالبها كانت تنفع بس مش المجالسه، هو كان الحب والتعاطف والارشاد. وما يحتاج ما يحتاج اطفالنا من الحب والارشاد والتسامح، ما جابلكش سيره التوليرانس في الجمله، يبقى دي مش معانا. الجمله الثانيه بقول لك admirable monuments, splendid weather in winter and other several attractions resulted in visiting millions of tourists to Egypt every year. بقول لك ان الاثار الاثار الرائعه لسير ايجاب الناس يعني splendid weather الطقس المشرق او الجميل او الرائع في الشتاء، وعاد اخر من عناصر الجذب او مفاتن السياحية ادت الى زيارة ملايين من السياح لمصر كل عام. طب امسك اول واحدة، هناك العديد من عوامل الجذب المختلفة لملايين من السياح لزيارة مصر كل عام، مثل الطقس الدافئ شتاء والاثار المتميزة. في القطعة ما قالش كده، قال لك في الطقس الدافئ والاثار المتميزة وعوامل اخرى، لكن في الجملة بيقول لك في عدد من عوامل الجذب مثل كذا، هو ما قالش كده، ده هو قال لك ثلاثة، يعني هو قال لك في الجملة الطقس والآثار وعوامل أخرى. هو في الجملة هنا بتاعتنا اللي هي الغلط الأولانية دي بيقول لك عناصر جذب مختلفة مثل ومثل، لا ده غلط. الآثار مبهرة والطقس، طبعا هو ما قالكش مبهرة هنا، قال لك admirable المبهرة والطقس الساطع شتاء من عوامل الجذب العديدة لملايين السياح. طبعا هو في الجملة قال لك ثلاث حاجات، الطقس والآثار وعوامل اخرى، هنا بيقول لك الاثار والطقس، هو حتى ما قالكش ساطع يعني خالص في الجمله، بس المهم يعني جايب اتنين، وهو في القطعه قال لك ثلاثه. عدد زياره الملايين من السياح في مصر، هو طبعا قلب الجمله هنا غلط، يعني هل زياره السياح لمصر هو اللي خلى فيها طقس مبهر؟ اذا الاجابه رقم دي اللي صح.
طيب الجملة اللي بعد كده: كلما تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة كلما كانت الحياة أسهل أسهل. المهم كلما دي جملة باللغة العربية، أكيد طبعا زي ما أنت فاهم هي جملة غلط. المفروض تبقى كلما تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة تصبح الحياة أسهل وأسرع دقة، لأن كلما دول اتنين شرط، فعل شرط من غير جواب شرط، فده تهريج. المهم: The more modern technology is used in all life fields the easier. ودي الحتة المهمة عايزة تركز عليها، إن زي مقارنة طبعا دي رقم إيه؟ طبعا هنا بقول التانية بقول لك the most ده غلط، لأن إحنا قلنا هنقول زي مقارنة. التالتة: the more modern technology was used، ده ماضي والجملة أصلا تستخدم مضارع. The more modern technology is using، ده يعني مضارع مستمر، والتكنولوجيا مش هتستخدم، ده المفروض التكنولوجيا تستخدم، يبقى is used أو has been used يعني. الجملة الأخيرة في الامتحان: تسعى الحكومة بجد لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وهذا لن يتم إلا بتعاون المواطنين أنفسهم. أول واحدة بقول لك the government does، وبعدين قال لك there، ما هو يا إما نقول do there يا إما does its، فدي كده باظت. التانية بقول لك trying hardly، كلمة hard معناها صعب وبصعوبة، جاد وبجد، لكن كلمة hardly بالكاد اللي هي كانت بتساوي not، لو أنت فاكر كنت بقول لك I hardly meet سامي، دي زيها I don't meet سامي، قل ما أقابل سامي يعني. المهم طب التالتة the government tries hard to develop the medical care presented to help which won't help happen without the collaboration of the people، دي مظبوطة لحد دلوقتي، فاحنا هنعلم عليها ونسيبها ونروح للأخيرة برضه. The government sought اللي هي الماضي من كلمة seek تنفع زي الفل، تسعى إلى يعني hardly دي اللي بوظتها، يبقى كده الإجابة رقم سي. الامتحان خلص إن شاء الله النهاردة رب العالمين، يعني إن شاء الله هنزل كمان امتحان أو اتنين هحلهم النهاردة بالليل، فيا ريت كده بعد ما تسمع الفيديو الجميل ده تعمل لايك للفيديو، لأن أنا صاحي الساعة 4 أعمل لك الفيديو ده، وسيادتك أكيد كنت نايم في التوقيت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.